السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. عرضنا اليوم شقة سكنية استثمارية في مشروع بروج ريزدنس. المشروع عبارة عن 5 أبراج سكنية. الخدمات اللي موجودة في المجمع: مسبح مغلق، صالة فتنس، مواقف مغلقة، مواقف مفتوحة، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال وجامع أيضا، ومسطحات خضراء وملاعب رياضية. المشروع زي ما قلت لكم عبارة عن 5 أبراج سكنية فيها تقريبا 120 وحدة سكنية. الشقة اللي بنعرضها اليوم شقة سكنية استثمارية، يعني تقدروا تشغلوها أيضا عندنا في شركة رحال للسياحة. أشرح لكم موقع المشروع. المشروع في منطقة يمرة. منطقة يمرة تعتبر من أرقى أحياء طرابزون. مميزات المنطقة إنها قريبة من جواهر مول تقريبا 3 دقائق، وأيضا بالقرب من مستشفى القانوني العام، وأيضا حوالين المنطقة في فنادق سياحية عالمية مثل فندق نوفوتيل وشيراتون وديدمان، بالإضافة إلى الفنادق الأخرى السياحية. موقع المشروع مخدوم بكل الخدمات من مطاعم سياحية وأيضا سوبر ماركتات والمواصلات وكل الخدمات اللي نحتاجها كسياحة أيضا وكسكن. تعالوا مع بعض نشوف الموقع على أرض الواقع. متواجد الآن في موقع المشروع. أنتم عارفين مشروع بروج ريزدنس يعتبر من أحدى مشاريع شركة بروج العقارية. تعالوا مع بعض نلقي نظرة على الشقة وإطلالاتها وتفاصيل الشقة بالكامل. تفضلوا معنا. زي ما تشايفين أمامنا مدخل البناية. نشوف الممرات. المنطقة اللي أنا فيها الممر المؤدي إلى الشقق. تعالوا مع بعض نشوف المصعد. في كل بناية موجود مصعدين، مصعد يسع لـ8 أشخاص ومصعد يسع لـ6 أشخاص. تعالوا نطلع نشوف تفاصيل الشقة. تفضلوا معنا. وصلنا الدور الثامن. زي ما انتم شايفين موجود شقتين في كل دور، وشرحت تحت أيضا مصعدين. الشقة هذه شقة 3 غرف صالة، مساحتها 160 متر مربع. أول ما ندخل الشقة أرضيات كلها سيراميك درجة أولى، ويسارنا على طول عندنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات، تعاليقها جاهزة. وما ننسى أيضا ديكورات سقفية بإنارات ليد، الممرات كلها، وأيضا الصالة. مقابلنا على طول الصالة. زي ما انتم شايفين مساحة الصالة تقريبا اقدر اقول 5×6، يعني 30 متر مربع. موجود فيه طقم كنب، بالاضافة الى طقم السفرة، وعندنا ايضا هنا البوفيه. واجهة امامية رائعة وخرافية على البحر، إطلالة خيالية تجنن. زي ما قلت لكم إنه في الشقة موجود أيضا مكيفين، واحدة في الصالة وأيضا في غرفة النوم الرئيسية. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ. مساحتها 2.5 × 2.5 متر، جاية على شكل ركنية، إطلالة مباشرة على البحر من الجهة الأمامية ومن الجهة الجانبية أيضا، إطلالة خيالية. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الباقية للشقة. ما ننسى أيضا إنه الشقة زي ما قلت لكم شقة نقدر نخليها سكنية واستثمارية. مركبين فيها ما شاء الله إنارات رائعة،
وعندنا لوحة جميلة وطقم الكنب ألوانها متناسقة مع الشقة. بجوار الصالة عندنا المطبخ، زي ما انتم شايفين مساحة المطبخ جيدة، ما نقول انها صغيرة. والمخرج المؤدي الى البلكونة من هذه الجهة، دواليب نوعية جيدة وفاخرة ممتازة، مكان للشفاط والعيون الغاز والفرن، وما ننسى ايضا انه موجود ايضا غسالة الصحون والبراد. حاطين هنا طقم كمان، طقم سفرة، يعني نقدر نستخدمه فطورنا او اي حاجة اخرى. نطلع من المطبخ نشوف تفاصيل باقي الشقة، تفضلوا. عندنا هنا يميننا دورة المياه الاولى، وانتم بكرامة، هذه دورة المياه تعتبر رقم واحد. الشيء اللي مميز في مشروع بروج ريزيدنس ان دورات المياه كلها مركبين فيها شفاطات وشطافات. مقابل دورة المياه الاولى عندنا الغرفة الاولى، مساحة الغرفة جيدة على اساس انه يكفي سريرين فردية ودولاب، يعني نقدر نستغلها كمان نحط سرير ثالث كمان لو نحتاج، بس حاليا هم حاطين سريرين فردية. بجوار الغرفة هذه عندنا الغرفة الثانية، الغرفة الثانية كمان زي ما قلت لكم سريرين فردية مع كومودينة، وعندنا مكيف. انا قلت لكم في البداية انه موجود مكيفين، لا موجود في كل الغرف مكيفات، وعندنا ايضا دولاب للاولاد. مقابل الغرفة الثانية عندنا دورة المياه الرئيسية. دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، جاكوزي، شفاط، وهذه الشطافات موجودة في كل دورات المياه. وعندنا الدولاب تبع المغسلة والسخانة أيضا. وأخيرا عندنا غرفة الماستر، لها دورة مياه خاصة فيها، زي ما شرحت لكم انه موجود شطافات، دورة مياه متكاملة، مغسلة وكلوزيت ومروش. يعني بعض المشاريع نلاحظ خصوصا في طرابزون انه بس غرفة النوم الرئيسية يكون فيها مروش، لا هنا موجود ايضا كلوزيت. غرفة النوم الرئيسية الماستر زي ما انتم شايفين مساحتها مناسبة للدولاب وسرير مزدوج وتفاصيل كاملة لطقم غرفة النوم، تسريحة وكومدينات والدولاب زي ما انتم شايفين، اطلالتها من الجهة الخلفية على الطبيعة. وعندنا بلكونة خلفية تابعة لغرفة الماستر. البلكونة هذه اطلالتها على الجهة الخلفية اطلالة الطبيعة. استمتعوا بهذه الإطلالة الجميلة. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.